السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم. فيديو النهاردة إن شاء الله بعنوان شرح أفضل برنامج لتغيير الموقع على الآيفون 2023. البرنامج ده بيخليك تغير الكوشن بتاعك لأي مكان أنت تحدده بحيث يصعب تعقبك، وده ممكن تحتاجه في تغيير موقعك أو تغيير بلدك وأنت بتستخدم تطبيقات السوشيال ميديا، بحيث أن أنت تغير بلدك في الأكونت بتاعك لأي بلد أنت عايزها، أو ممكن تستخدمه في تغيير اللوكيشن بتاعك علشان تلعب بعض الألعاب اللي بتكون معذورة في بلدك. يلا بينا نحمل البرنامج ونشوف هنستخدمه ازاي. علشان تحمل البرنامج هتدخل على الرابط اللي موجود في صندوق الوصف او موجود في التعليق المثبت، هيدخلك على الصفحة الرسمية بتاع البرنامج. البرنامج اسمه تونر شير اي انيجو. هنضغط على تجربة مجانية علشان نحمل البرنامج، والبرنامج بيدعم جميع أنظمة تشغيل ويندوز وبرضه بيشتغل على أنظمة الماك، تمام؟ بس أنا بالنسبة لي هستخدمه على ويندوز. قطعت عشان أحمل البرنامج، حجمه تقريبا 2 ميجا. أنزله على الديسكتوب. فتح معايا البرنامج، نبدأ نثبته مع بعضينا كده. اكتمل تثبيت البرنامج وعمل لي اختصار على سطح المكتب، بقول له نستارت، تمام. فتح لي صفحة الموقع وقول ان انت ثبت البرنامج بنجاح. نقفل دي. وادي البرنامج. البرنامج بيعمل اكتر من حاجة. اول حاجة شينج لوكيشن اللي احنا واقفين عليها دلوقتي اللي هي الاولانية. تاني حاجة السنجل سبوت موفمنت. تالت حاجة المالتي سبوت موفمنت. رابع حاجة جوستيك موفمنت. انا بالنسبة لي هستخدم اول اوبشن في الفيديو ده اللي هو شينج لوكيشن، تمام. هعلم هنا، اقول له انا خلاص قرأت، واقول له انتر بالشكل ده، تمام. وهنا جينا خطوة توصيل الايفون بالكمبيوتر عن طريق الكابل اليو اس بي. دلوقتي كل اللي حضرتك هتعمله انك توصل الايفون بتاعك بالكمبيوتر عن طريق الكابل، تمام. وبعد كده نفتح التطبيق. هنا هفتح التطبيق بتاع الماب بتاع الايفون، تمام. وكل انا بعمله باجي عند خانة البحث بالشكل ده وبكتب العنوان او اللوكيشن اللي انا عايز التليفون بتاعي يبقى ظاهر بيه، تمام. وبعد كده اقول له ستارت موديفاي كونتينيو، تمام. شايف اللوكيشن على التليفون اتغير مباشرة للمنطقة الجديدة اللي انا كتبتها اللي انا حددتها. دلوقتي بقى انت عايش بقى اي موقع سوشيال ميديا تقدر تعمل عليه اكاونت دلوقتي ويظهر باللوكيشن الجديد. اي لعبة معذورة في بلدك، اي لعبة محظورة في بلدك ومش عارف تستخدمها دلوقتي تقدر تستخدمها بسهولة على الايفون بتاعك، لان انت خلاص غيرت اللوكيشن، اصبحت انت كده في بلد تانية تماما. بس كده، رابط تحميل البرنامج هتلاقيه موجود في صندوق الوصف واول تعليق مثبت، والبرنامج عليه خصم 30% لما تستخدم كومون الخصم اللي ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة او موجود في وصف الفيديو. والموقع بيدعم خدمة استرداد الاموال في حالة عدم رضاك عن المنتج خلال 30 يوم من الشراء. ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.